تفهموا حيت الاخ مصطفى مثلا قال لي سيكيورتي فور ستور ووكوميرس دو 100% رايت. يعني هذيك الصح في القضيه ووكوميرس شويه خص يكون عندك سيكيورتي كتعرف ديفلوبمون شويه وكتعرف كيفاش تمانجي, ولكن ووكوميرس كيكون ستور ديالك الدراري راه خصكم تفهموا فاش كتخدم على شوبيفاي ستور راه ماشي ديالك, هي ما طير راه ديال شوبيفاي, راه الهوستين عندهم, راه لي دوني عندهم, راه الداتا عندهم, راه كلشي عندهم. فاش انت كتخدم في الووكوميرس راه ديالك لو سيت ديالك, يمكن لك انت غير تلقى هوستين معقول والداتا ديال داك لي كلاينت ديالك ما ياخذها حتى شي واحد. اما شوبيفاي راه الداتا عنده, وزيدون شوبيفاي مثلا الا كنتو كتخدموا في الكوبي رايت عندك شي مشكل في شي برودوي جاتك واحد الكوبي رايت سترايك كيحيد لك شوبيفاي كيعقل عليك هو, يمكن يحيد لك ستور كاع من نهار لاخر تولي ما عندك ستور. انت اللي عندك ديالك هو الدومين نيم صافي, اما شوبيفاي يدير اللي بغا. سكيفي انا بالنسبه ليا الا جا شي واحد يهضر معايا على شنو غادي نديرو في الووكوميرس ولا شوبيفاي, مي بيان سور الووكوميرس, بيان سور كو الووكوميرس حسن 1000 درجه. الووردبريس ما يمكنش انك كتاخذ السيت ديالك كتحكم فيه كيما بغيتي وما كتخلصش الفلوس بحال دابا. انا شوبيفاي بعض المرات كنخلص 3000 4000 دولار في الشهر على شوبيفاي. علاش اخويا انا نخلص هذا؟ ايه كنا كنديرو فلوس بزاف, مي علاش اخويا انا نخلص هادو؟ كنمشي كندير ميم مونطون في ووكوميرس ولا اكثر وكنخلص ووكوميرس 150 دولار 120 دولار شي الاخر كله ديالي. سترايب كنخلص سترايب وباي بال كيما العاده, ما عندي علاش نخلص انا, علاش نمشي نعطي شوبيفاي انا شي حاجه اللي هما دايرين لي هوستي. والمشكله هو شوبيفاي اتس نوت اس اي او فريندلي, شوبيفاي قليل باش ترانكي, راه عرفتي شحال تقاتل شوبيفاي مرانكي سي فغي, عندي واحد 3 ولا 4 ديال لي ستور مرانكين في شوبيفاي, ولكن هادوك مثلا الخدمه ديال عام في شوبيفاي كنديرها انا في شهر في ووكوميرس وكنترانك لان ووردبريس اس اي او فريندلي. يعني الا جيتي ننصحك راه ننصحك بالووردبريس, الا كنتي ما كتعرفش بزاف في هادشي شوبيفاي حسن لان فيه البلاجين فيه الريسيل فيه الابسيل فيه الداونسيل, كيمكن لك دير انتجريشن ديال جوجل شوبينغ, كيمكن لك دير انتجريشن ديال فيسبوك كدير ريتارجيتين, يمكن لك دير انت ابليكاسيون كاع وهي تبقى خدامه عليك هي اللي كدير لك كاع لي فيسبوك ادز وداكشي. يعني بالنسبه للانسان اللي مبتدئ في دروب شيبين بيان سور شوبيفاي. Rashid Sibrahim, one question. It's good to get sales on your Shopify store from Instagram accounts. You mean you own big accounts with good engagement? Of course. Well, الحوايج إلا كانت عندكم, شوف رشيد, إلا كانت نتايا عندك واحد البلاتفورم كتصيفط لك ترافيك بيان سور كتجيب داك الترافيك من بعد كتمشي تقلب بهذاك النوعية ديال الترافيك كيعطيك الدايرة, يعني كيعطيك واحد الداتا منها كيمكن لك تمشي تقلب لا في الاس اي او وتجي بلوس, لا بغيتي دير ريتارجيتين في فيسبوك وفي حوايج اخرين كتكون انت عارف الاودينس ديالك, كتمشي دير نتايا لوك لايك اودينسز كيمكن لك ديرهم حتى في جوجل عندك وصحابك, راه لوك لايك اودينس كاينه غير في فيسبوك, راه جوجل هو اللي بدا في اللوك لايك اودينس. كيمكن لك تمشي ديرها كدير ريماركتين في جوجل في يوتيوب كتجيب الناس بزاف. المهم باش نكمل لكم على هذه القضيه ديال الكيورد, باش كيمكن لك دير رانك براند رانكينا براند كتبدا بالكيورد. شنو انت بالنسبه لك ما بغيش تخدم بزاف تقعد تقاتل, كتمشي لكي دي, كي دي هي كيورد ديفيكولتي, ياك كتكليكي عليها كدير سورتين بالكيورد ديفيكولتي, يعني انه ما يكونش كيورد اللي ساهل. شو هادو زيرو زيرو كلشي هادو كاملين دي كيورد ساهلين اللي عندي انا في الدومين ديال هادشي ديجيتال بيانو. غنمشي لهنا ندير اكسبورت ياك, وغادي يمشي يعطيني 1000 رو, وشكون ليه شغلي انا 1000 راه ديجا 1000 كيورد, انا خديت 1000 كيورد كلهم ايزي كيورد ياك. من بعد غادي نمشي نشوفهم غادي ندير لهم السورتين, غادي ندير واحد الارتيكل غادي نولي كان رانكي دغيا دغيا لان الكيورد ايزي. انت واخا يكونوا هادو ماشي ماني ميكين كيوردز, يعني ماشي شي كيوردز اللي كتجيب فيهم الفلوس, حدك بديتي ترانكي بالماكسيموم ديال لي كيوردز كتولي كدير البراند رانكينغ لان الناس كيوليو كيعرفوك كيعرفو سميتو ديالك لا لو سيت ديالك كيعرفو. مثلا انا هذا ديجيتال بيانو ريفيو الا جيتو لهنايا
وعندي 2.26 مليون امبريشن، وعندي الناس اللي كيمشيو كيقلبوا لي كويريز، ونقلبوا على لي كويريز، وكتلقاو الناس كيقلبوا على ديجيتال بيانو ريفيو. شتي دعني انا بديت كندير البراند ديالي، براند نيم ديالي، نشوفو في 7 ايام التالية شحال عطاتنا. الوغ الناس اللي كيقلبوا توتال امبريشن 200K، سي تي ار شويه هابط، الافريج بريجيسون 9.9 مزيانه، والكي وورد اللي كان رانكي اليوم راني كان رانكي مع شي وحدين تخي ديفيسيل، مثلا كان رانكي غير في كيبورد في بوزيشن 1 و 2، عندي في البيانو كيبورد، باي ا بيانو اونلاين اور اورجن كيبوردز، كيبوردز عندي بزاف شي قلبوا على امبريشن بير امبريشن، كيبورد كيبورد بيانو ياماها كيبورد في بوزيشن 4 9. فهمتو؟ الوغ انا بالنسبه ليا كنمشي نقلب على لي كيورد اللي ساهلين كنرانكي بيهم، بعد كنعرف بالبراند ديالي، من بعد كنولي الناس كيقلبوا عليا بالكيورد ديالي. دابا بغيت نقلب انا على الباك لينك، ياك دابا لقينا حنا لقينا واحد اخر اللي كي اللي كيرانكي معانا ويمكن يكون احسن منا، أناس يعني سجستن بالنسبه لهذا الشيء، راه كيما وريتك كتحط واحد اللوكال هوست كدير فيه ووردبريس، كتخدم على كتخدم على على اليوست اس اي او، من بعد فاش كتخدم كيكون عطاك واحد السكور مزيان كتمشي تحطو في لا ديسكريبسيون ديالك. بريستاشون خدمت عليها من شحال هادي، وقيلا شي 2010 ولا 2011، والصراحة ما فهمت فيها والو. وانا ندير كنت داك الوقت كنت كنخدم في ماجينتو، وفي حقيقة ماجينتو كان عجبني بزاف، اي من بعد جا شوبيفاي وهادشي، وبيان سور انا بالنسبة ليا ووردبريس احسن ما كاين، كدير له البلوجين ديال ووكوميرس وكتخدم عليه. السلام عليكم هشام، الله يحفظك اخويا، هذا الكلام اللي فاضل يساوي 1000 دولار والله الا الا زعماك سون بروبليم. وانا في الحقيقه والله الا كنشوف شي ناس كيبقاو كيبدا يقول لك عطيني كذا، عطيني 1000 دولار ولا 800 دولار باش نوريك، في التالي كيوريو غير التخربيق والله الا حشومه هذاك الشيء. شتي هذا الشيء كامل، الانسان غير ياخذ شويه ديال الوقت ويبقى يشوف، وغادي ماشي غير تران كيف الاسم ماشي تا في الاف بي اي، يعني في فيسبوك ادز وداك الشيء كامل، ما كنفهمش انا علاش الناس كيديروا التوارات. يعني الا كنتي مثلا الا كنتي غدير مثلا ماستر مايند، الناس كيجمعوك كتجي كتوقف مع بنادم كيعطيك المشكل ديالو، كتحلوا المشكل واخا الا خلص كوين. الا مثلا درتي شي مدرسه ان شاء الله غادي ندير، الا درتي شي مدرسه ولا شي حاجه وي، اما باش تجي انت تصيفط لي بي دي اف وتقول لي هذا صوب ما كذا ما هذا ونخلص عليه، نو سي فري. انا خويا ما كاين حتى شي مشكل، لكن اي سؤال قولوا لي، الا كنعرفوا راني غنجاوبكم، الا ما كنعرفش راه ما عندي مشكل. الله يرحم الوالدين، هاد الهضره كتساوي 1000 ديال الدولار. الله يحفظك، مرحبا شوبيفاي اخوان، الله يعطيكم الصحه. الا مكتوب بالعربيه ولا فرونسي لونغلي، je suis débutant, c'est la première fois que je regarde quelque chose de concret, merci monsieur Barry, je comprends pas du tout, j'essaie de vous suivre. Salutations sinabil, راه مع الوقت غادي يبان لك هادشي ساهل ان شاء الله، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، شي ساهل، ما فيه حتى شي حاجه، انسان غير مع الوقت. راه ملي كديروا فيسبوك ادز، وراني عارف بان الدراري هنا بزاف كيفهموا في الفيسبوك ادز، ملي كدير الفيسبوك ادز راه يمكن لك دير بحال هذا الشيء. بالعكس انا بالنسبه ليا والله الا كيعزوا فيا الدراري اللي كيبقاو خدامين فيسبوك ادز فيسبوك ادز فيسبوك ادز فيسبوك وما كتخدملوش القضيه، هو والو مصر على هذيك، قلبوا على حوايج اخرين، كاين الايميل ماركتين، كاين الاس اي او، كاين بينتريست يمكن لك تخدم به، راه كاين حوايج بزاف من غير الفيسبوك. فيسبوك انا بالنسبه لي كنديرو وراني مازال خدام به، ولكن كنديرو ريتارجيتين،
ما كنبقاش نحمق انا راسي قلب على الاودينس ما الاودينس خربق كذا بقى انت يا بنادم بنادم عاوتاني خصكم تعرفوا واحد الحاجه فيسبوك فيه ريفاند بزاف علاش لان انت جيتي بعتي له هو جالس مع راسو كيشاطي مع صحابو انت جيتي بعتي له برودوي كيتنادم معاه الحل كيقول لك انا بغيت الريفاند اما الا كنتي انت خدام على الجوجل ادز ولا الاي سي او انسان جا قلب على داك البرودوي بغا ياخذو من عندك يعني الحظ بان احنا مثلا عندنا الريفاند لعرفتي شحال عندنا عندنا 0.1% يعني واحد في الالف اللي كيرد لنا البرودوي علاش لان قلب عليه هو راه كان باغي من الاول اما فيسبوك از انت كتبز على بنادم يشري منك لا بلوبار ديالك سي ياسين بخير غدا خدام كلام من ذهب الله يحفظكم النون ديال السيت هذا سميتو ديجيتال بيانو ريفيو امازون افيليتس انا مثلا عندي واحد لو تروك ديال امازون افيليتس هذا دابا ديجيتال بيانو ريفيو عزيز وقيلة السمية ديالك ممكن معلومات على أمازون أفيليات بحث على منتوجات مربح طريقة سهلة للترويج المهم الأمازون أفيليات كتخدم على الكيوردز ديالك وبطبيعة الحال كدير الانتجريشن ديال أمازون أفيليات وكتشوفه لا ميم شوز كاين الاسيو شوف إلا تعلمتوا الاسيو ديال جوجل راه يمكن لكم تخدموا حتى في أمازون بالاسيو كيمكن لكم تخدموا حتى في إي باي بالاسيو يعني المنطق فاش كتفهم المنطق ديال سيرش انجن اوبتمايزيشن يعني انك كتوبتمايزي لي دوني اللي عندك باش يبانوا بالسيرش انجن